ساعة كتشي 11 و 10 ديال الدقائق على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم أنتم في الاستماع لبرنامج اللامولاتي، برنامج المرأة بامتياز، ودائما مع فقرات متنوعة. غادي نمشي مباشرة عند سناء من برشيد واللي غادي تشارك معنا أسبوع بالكامل من 2 حتى الخميس بشهوات متنوعة جدا. معنا سناء مباشرة. ألو سناء. ألو صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ دراما صحيحه الحمد لله. عاش من سمعت الصوت، تمنى تكون على خير انت ووليداتك وكل الاسره ديالك. صراحه توحشناك بزاف وكنتي كتواصلي معنا دائما، للاسف غير فقدنا يعني التليفون ديالك. ومرحبا بك في اي وقت سناء. الله يبارك فيك وعلى الطاقم كله ديال ميد غاديو. بارك الله فيك. مرحبا بسلامك. اليوم مجبركم ان شاء الله واحد الحلويه. واخا يعني نجرب كان واحد الاسبوع يعني كله بغيت نشاركم بها. واخا الله يعطيك الخير. شكرا. ايه بزاف المستمعات كيطلبوا حلويات هكا هذه المناسبات. ايه تفضلي. ان شاء الله عندنا الحلوى الاولى، عندنا فيها زلافه ديال الحليب غبره. ايه عندنا واحد زلافه ديال السكر كلاصي، عندنا زلافه ديال الكوك يكون مطحون مع الكوك يكونوا طاحنين ومع شويه ديال السكر كلاصي. واخا. وعندنا قشور واحد الحامضة. ايه هاد المقادير كلهم كنخلطوهم وكنزيدو باش غنجمعو هاد الخليط، كنجمعوه ببيضة وبيض بيضة كاملة. يعني بيضة كاملة وبيض بيضة. وإلا ما تجمعش لنا هاد الخليط يمكن نزيدو ثاني بيضة وبيض بيضة، يعني على حسب البيض يقدر يكون صغير يقدر يكون كبير. دابا قلتي لنا زلافة ديال الحليب غبرة مع زلافة ديال السكر كلاصي وزلافة ديال الكوك مطحون مع شوية ديال السكر كلاصي. نعم. والقشور ديال الحامضة صغيرة، هادو كلهم كيتخلطوا كيتجمعوا قلتي لنا بيضة كاملة ومع بيض بيضة، وإلا احتاجينا نعاودوا نضيفوا بيضة أخرى وبيض بيضة أخرى. نعم. ياك؟ نعم. من بعد كنجمعوا هاد الخليط وكنخليوها ترتاح. ملي كترتاح كنديروها كويات صغار كنحطوها في لاطة تكون مشوشة بالدقيق وكتدخل الفران. ايه ملي كطيبوا كل لون ديالها كيصفى كنخرجوها وكنغطسوها في الشوكولاط في بماغي نخلط مع شويه ديال الحليب وكندهنوها بالكوك من الفوق، يعني كتجي غطوز من هذا الحليب. ايه ونرشب الكوك من الفوق. تدي سهله وخفيفه. يعني الحلويات كاع متناول. الحلوى الثانيه عندنا نص كيلو ديال الجنجلان محمر شويه ومطحون. عندنا نص كيلو ديال الكوك محمر حتى هو غير شويه ومطحون. عندنا 10 ديال البياض البيض. يعني السيده الا بغات تجرب هاد المقادير كدير غير نص ديالها. واخا 10 ديال البياض البيض. عندنا نص كيلو ديال السكر سنيده، عندنا واحد القرصه ديال الملح. طريقه كنخدموا السكر مع بياض البيض مزيان، من بعد كنزيدوا عليهم الكوك اللي فيكم مطحون والجنجلان. كتكون العجينه مخوفه وكتلصق لينا في يدينا. ايه يمكن ما نديروش هذاك الجنجلان كله، يعني يمكن ما نحتاجوش كاع نص كيلو. نعم. كامل. نعم. كتكون تلصق لينا داك العجينه في يدينا، من بعد كنديروها في واحد الجيب حلواني. ايه وكنخرجوها على شكل وريده. واخا كنحطوها في اللاطة وكنزوقوها بواحد اللوزه من الفوق ولا كركاعه. ايه يعني غطي الفران على درجه 170 حتى 180 درجه. حيت ما كتحتاجش بزاف. واخا. نعم. قلتي لنا في هذه الحلوات الزنجلان الا سمحتي عافاك باش المستمعات يسجلوا معنا هذه الحلويات لانهم ساهلين وبساط. قلتي لنا نص كيلو ديال الزنجلان يكون محمر واحد شويه ويكون مطحون. نعم. ونص كيلو ديال الكوك حتى هو محمر شويه ومطحون، و10 ديال البيض ديال البيض، ونص كيلو ديال السنيده، واحد قبيصه ديال الملحه. وقلتي لنا غادي نخدموا هذيك السنيده مزيان مع دوك 10 ديال البياض البيض، وعاد نبقاو نضيفوا داك الكوك مطحون ونضيفوا الزنجلان. وعندنا ميزانه قلتي لنا في الزنجلان ربما ما يحتاجوش كله. نعم. ومن بعد كنجمعوا وكنحصلوا على واحد العجينه اللي هي كتلصق شويه، غادي نخرجوها في داك البوق على شكل وريدات داك الجيب حلواني. نعم. وندخلوها قلتي لنا قبل ما ندخلوها الفرن قلتي لنا نزينوها باما لوزه نص لوزه ولا كركاع. واخا يعطيك الصحه. تفضلي. الحليوة الثالثة عندنا 4 ديال الزبدة ديال العبار، يعني النوع الجيد. إيه. وعندنا واحد الباكية ديال الفرماج مثلت. وعندنا 2 كيسان ديال الزيت، وعندنا كيلو ديال الفورس حتى هو النوع الجيد. إيه. نخلط الزبدة والفرماج مزيان يعني حتى تولي لنا بحال الكريمة. كنزيدوا عليهم الزيت والدقيق في الاخير، يعني هذاك الكيلو ديال الدقيق يمكن اللي غيقدر يشيط لينا غير كاس منه. يعني حيت هاد العجينه كتجي رطبه. ايه غنجمعوها كتكون رطبه هاد العجينه.
الحشوه غنخليوها اطار هاد العجينه ندوزو للحشوه. الحشوه عندنا كاس ديال اللوز مقلي ومطحون نسم مع شويه ديال القرفه غير قطفه ديال القرفه وقطرات ديال ماء الزهر باش يتعلق لينا هاد اللوز. واخا كناخذو نرجعو للعجينه كنشكلو منها كويرات صغار كنديروهم يعني الكويرات حتى كنساليو باش غتجينا العجينه ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. كنديروا الكويرات كاملين. من بعد كندوزوا للحشوه حتى هي كنديروها كويرات. من بعد كنديروها هذيك العجينه كناخذوها وكنسرحوها في يدينا كريشه صغيره وكنحاول ندخلوا فيها هذيك الحشوه. اييه بلا ما تبان لينا الحشوه يعني كنسدوا عليها بلا ما تبان وكنديروها على شكل هلال وهكذا حتى كنتهي وهذوك الكويرات كاملين كندخلهم للفران حتى هما على عافيه مهيله. واحد الملاحظة يعني بلا ما ندهنوا اللاطة هاد الحلوة ما كتحتاجش ندهنوا اللاطة مباشرة كنحطوها في اللاطة. واخا ملي كطيب كنفندوها في السكر كلاصي ونخليوها فيه تقريبا واحد الساعة فداك السكر كلاصي. ما نهزوهاش ديك الساعة يعني تفند في السكر كلاصي وتبقى فيه تقريبا ساعة نعم وملي كنبغيو نهزوها يعني السيدة تحاول عليها حيت هاد الحلوة يعني شيشة بزاف يعني حساسة هاد الحلوة. ولا بغات ثاني واحد التزيين اخر يعني غير ملي كتخرج من الفران كدهن الجوانب ديالها بالكونفيتير وكتدير عليهم اللوز مهرمش والسكر كلاصي يعني غير كتشد واحد الصفاية وكديرهم من الفوق باش التزيين يعني هادو جوج طرق التزيين ديالها. نسميو اي حلوة الفرماجة يعني سهلة ربعة ديال الزبدة قلتينا ديال العبار وبكية ديال الفرماجة متلت وجوج كيسان ديال الزيت واحد تقريبا كيلو ديال الدقيق الفورص قلتي لنا نخدموا الزبده مزيان مع الفرماج حتى نحصلوا على كريمه ومن بعد نبداو نضيفوا ليه هذاك الزيت ونبداو ندخلوا داك الدقيق تدريجيا وقلتي لنا ربما ما يحتاجوش كله ونقسم له واحد كاس يعني عندنا ميزان لانه كيجي هذا العجين رطب كيجي مرخوف بزاف. وفي الحشوه ديال هاد الحلوه قلتي لنا كاس ديال اللوز مقلي ومطحون مزيان ومنسم مع قبيصه ديال القرفه وشويه ديال الماء الزهر باش يتعلق لينا ونشكلوا منه كويرات ونحتفظوا به وناخذوا داك العجين حتى هو نديروه كويرات ياك. ومن بعد كندخلوا ديك الحشوه في هذيك الكويرات ديال العجينه ونشكلوها على شكل هلال وندخلوها يعني للفران حتى كطيب وتحمر وملي نخرجوها نفندوها في السكر كلاصي ونخليوها تقريبا واحد ساعه ياك. هذاك السكر كلاصي باش يعني ملي قعدنا هذه الحلوه مده طويله ماشي كيشرب هذاك السكر كلاصي ما كيبقاش يبان يعني واخا كتبقى عندك كيبقى داك اللون ديالها ابيض ولاصق في هذاك السكر كلاصي. واخا هذا هو علاش كنخليوه هذيك المده باش نقعد عليه. نعم عندنا الحليوه الرابعه باللوز. الله عندنا مقادير كيلو ديال اللوز مفسخ ومطحون عندنا خمسه ديال الحامضات مشكوكين عندنا ثلاثة الكيسان ديال سنيدة يكونوا مطحونين مع داك الكيلو ديال اللوز. إيه عندنا خمارة وحدة عندنا واحد الفاني عندنا ستة الصفار ديال البيض وجوج بيضات كاملين كنخلطوا المقادير كلها بطريقة بالنسبة لو سمحت أنا بالنسبة لهذاك اللوز ما مقليش يعني غير مسلوق لا يعني بحال بحال حلوة اللوز يعني كيكون غير مفسخ ومطحون كنطحنوه مع داك سنيده مطحون مع سنيده بحال شو العقدة ديال اللوز. الطريقة غنخلطو هاد المقادير كلها واللوز غنديروه في الأخير يعني غنزيدو بشوية بشوية هذاك اللوز اللي وجدنا. إيه يعني نديرو دوك ستة صفار ديال البيض وجوج والحامض محكوك وجوج بيضات كاملين أيه وخمارة واللوز غنضيفوه غير بشوية بشوية في الأخير. من بعد غناخذوا واحد ثلاثة غنديروا فيها ماء الزهر وغنمسحوا يدينا بداك الماء ديال الزهر وغنهزوا كويرات صغار من هاد الخليط غنهزوا كويرات صغار وغنديروهم في البيض ديال البيض وغنفندوهم في اللوز إيفيلي وغنحطوهم في اللاطة وغيدخلوا الفران غير يتحمروا شوية. ملي غطيب هاد الحلوة غتدهن مباشرة بالناطاج حتى هي كتجي غزاله هاد الحلو. يعني تخلط هاد المقادير كلهم نشكلو منها كويرات وقلتي لنا نديرو يدينا في المزهر ياك ونكوروها ياك غير يدينا ما غندهنوش هي بالمزهر يدينا اللي غنديرهم حيت الحلوه كتجي شويه كتلصق في الايد غندهنو يدينا بمزهر وغنحطو زلافه فيها بياض البيض غنحطو في البياض البيض وفي اللوز ايفيلي ما غاتمنمش كلها في اللوز ايفيلي يعني الوجه ديالها وفي البياض البيض غادي تفند كامله لا غير الوجه ديالها هكذاك الوجه ديالها غنديروه في بياض البيض وفي اللوز ايفيلي وغنحطوه يعني من تحت ما غيجي ما فيها والو
وغدخل الفران ملي غتخرج مباشرة وندهنو هاد النابطة باش يجيلك اللون ديالها البري. إيه واخا تبارك الله عليك سناء. ربي يخليك، كنتمنى من المستمعات يجربوا هاد الحلويات والله إلا مجربين ويلا أكيد أكيد الله يعطيك الخير بارك الله فيك. شكرا لك بزاف لأنه بزاف المستمعات كانوا طلبوها. واحد المستمعة الله يمتعها بسلامة فاتحة يعني من ورزازات اللي قريبة تولد إن شاء الله وطلبت مني على أنه بغات شي حلويات اللي هما ساهلين وخفاف، فحاولت أنا هادي ونتمنى أنه إن شاء الله تكون في الاستماع وتوجد هاد الاقتراحات لأنه هما ساهلين وبسط وحتى المقادير ديالهم يعني في متناول الجميع اقتصاديين. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك ديما متولة وديما اقتصادية وشهيوات عندك مميزين كيف ما عودتينا دائما. تبارك الله عليك. كنتي معنا في أسبوع بالكامل سناء من برشيد. نتمنى أنكم تجربوا إن شاء الله هاد الحلويات، هي سهلة وبسيطة إن شاء الله تجربوها ومن عند سناء من برشيد واللي غادي تكون معنا أسبوع بالكامل.